شوف اللام تنقسم إلى ثمانية أقسام، اللام واحدة، لكن في القرآن قد تأتي اللام لها معنى يختلف عن الثاني. هذه اللام تأتي للجر، تأتي للجزم، تأتي للنصب، تأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى في، تأتي بمعنى إذا، لها ثمانية أقسام في القرآن. يقول سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ممتاز، لكن اسمع ايش قال. ظاهر القرآن ما حيعطيك البيان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا. المفروض ايش يقولوا على ظاهر ما سمعتم؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا. ما قالوا له، قال لك لا، ما لها علاقة. للذين بمعنى عن، وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما هم موجودين معنا. فلي بمعنى عن. كذلك تأتي في القرآن: يسجدون للأذقان، يخرون للأذقان سجدا، للأذقان بمعنى على الأذقان، لي بمعنى على، يخرون للأذقان أي يخرون على الأذقان. تأتي معنى آخر، فأنت لو أخذت في القرآن وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل لا يشرب، وأشربوا في قلوبهم، أي وأشربوا حب العجل في قلوبهم. هذا إذا حذف المضاف ينوب المضاف إليه عليه بالرفع أو الجر أو غيره. حكمت المحكمة، حكم قضاة المحكمة. واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل أهل القرية، كما قال ابن مالك: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف ينوب عليه. حكمت المحكمة، حكم قضاة المحكمة. وأشرب في قلوب العجل، وأشرب في قلوب حب العجل. فلما حذف حب والمضاف ناب عليه القلب في ذلك. إذن ولذلك في اللام قس عليها في التنزيل، وهذا معنى قول القائل: اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، وجزمها يكون للجر وفي جر لملك مع تملك تفي، وشبه دين حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح، وعللت وأكدت وكائلة تأتي وفي من عند بعد عن على. كما عطاها بمعنى في، بمعنى عن، بمعنى بعد، بمعنى على، بمعنى كذا. إذا هذا القرآن. ولذلك قوله عز من قائل في جهة أخرى كذلك: سأل سائل بعذاب واقع، بي بمعنى عن، أي سأل سائل عن عذاب واقع. فلما تقرأ سأل سائل بعذاب، إيش سأل سائل بعذاب؟ أي سأل سائل بي بمعنى عن، سأل سائل. ولذلك الباء لها كذلك معانيها العشرة: بالبستعين وعد عود ألصق، ومثل مع ومن وعن بها انطق. قطعت بالسكين، قطعت يعني مستعين بالسكين. امسحوا برؤوسكم يعني ببعضها. ولو قال امسحوا رؤوسكم كان المسح الرأس من هنا كله، الرأس يقطع من العنق. فلما قال برؤوسكم يعني ببعض الرؤوس من منابت الشعر إلى مؤخرة القمر. إذا هذا التنزيل، وهذا معنى نرجع إلى ما كنا بصدده مرة أخرى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. البيان الإيضاح، البيان في اللغة وهو الإفصاح، تقول فلان مبين. وأما البيان في الاصطلاح له معانيه المعروفة عند علماء البيان، لأنه هو من فرع من فروع البلاغة، والبلاغة لها الفروع الثلاث: البديع والمعاني، والبديع والبيان. وهذه علوم تدرس من علوم البلاغة: البديع والمعاني والبيان، وأعلاها البيان. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر، لأن البيان من أرقام، والبيان هو الذي يقول فيه ربنا ويؤكد عليه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. ولذلك البيان يسحر الأنام، البيان يستطيع أن يستجلب الناس لأن يحمل العجب العجاب فيه. ومن ثم ففي الصورة التي نحن بصددها: خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وأضاف أشياء.
البيان يا جماعة، من أراد أن يدرك وأن يكون مبيناً لا بد له من الأمور الأربعة التي ذكرنا فيما مر. من أراد أن يكون فاهماً يدرك أسرار التنزيل لا بد أن يكون سليم السريرة، يعني بالإضافة إلى القواعد، بالإضافة إلى المفاتيح، إلى علوم الآلة التي لا بد منها. فقد يكون لدى الإنسان قد تتوفر لديه علوم الآلة من الأمهات والمتون، لكنه لا يبارك الله له في علمه. لما؟ إذا نقصه الداخل، سلامة السر، سلامة الأسرار، سلامة الصدور شرط إذا أردت أن يفتح الله عليك في بيان القرآن. لأن بيان القرآن أمر غامض تستطيع أن تستخرج من التنزيل في موقعك التي أنت فيه. فصاحب البيان يا جماعة ليس بالضرورة أن يعد وأن يعد الدرس وأن يرتب الدرس أبدا، إنما قد يلهمه الله في مجلسه الذي هو فيه أشياء لم يكن يعرفها من قبل. ولذلك لا بد أن يكون فاتقوا الله ويعلمكم الله، فتقوى الله ربكم احفظوها، متى تحفظوها لا تبوروا كما قال زيد بن عمرو. إذا كلما اتقى الإنسان يستخرج من التنزيل. وقد ذكرنا الآلات التي تأخذ هذا العلم، قلنا على أنه لا بد له من سلامة الأمور الأربعة تتوقف عليها الفهم والبيان، لا بد من رجاحة التفكير وفصاحة التعبير وجياشة التدبير وسلامة التيسير، وهذه الأربعة تتوقف على أربعة. فرجاحة التفكير من قلة الذنوب، وفصاحة التعبير من الإعراض عن العيوب، وجياشة التدبير من نقاء القلوب، وسلامة التيسير من علام الغيوب. إذا كانت الإنسان هادئ يستطيع أن يستخرج من التنزيل ما يفيد به الناس. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بالحسبان. إذا علمه البيان، هناك تعليم يلهم به الإنسان وهو البيان الذي يتكلم به الناس، وهو الإيضاح، أن يكون فصيحا فيما يقول. وأما العلم الثاني وهو الذي يعرف العلم المستقل، علم البيان، هذا يحتاج إلى علوم الآلة، ابتداء من اللغة العربية إلى امتياز من الفصاحة، البيان والبلاغة، وأنت طالب وهل المجرد. وكلما صار الإنسان على درب شيء إلا ووصل، كلما تعلم شريطة أن يحافظ على العلاقة التي هي بينه وبين ربه. الإمام الشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بني العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذا كان الإنسان يريد اتقوا الله ويعلمكم الله، وبالتالي على الذي يعلم الناس كذلك أن يكون رحيما بهم، لأن الذي يكون العلم يصدر من صدره من قلبه يا جماعة يكون رحيما بالمسائلين بالمستفتين، وأما الذي يكون العلم يصدر من عقله لا يترحم بالناس، يكون بس حافظ. اللي يكون حافظ العلم وجاءه إنسان يستفتي قد يشد عليه، ليست له رحمة، لأن الرحمة ليست في العقل، الرحمة فين؟ تقول أليست لك رحمة في قلبك؟ لأن الرحمة إذا العلم إذا صدر من القلب سيترحم صاحبه بالمستفتي. وإذا كان العلم موقعه العقل والحفظ لا يرحم، لأنه يقول ما يعرف. وقالوا: من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف، لأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع. فعليك أن تعرف ما تقول. وربنا لما أرسل موسى عليه السلام إلى الخضر، خضر عليه السلام، قال: قدم الرحمة على العلم، قال: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إيش مقدم من الرحمة؟ فعلى المفتي أن يكون رحيما بالمستفتين. إذا قدم، فلما جاء موسى الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيش كان جواب الخضر عليه السلام؟ إنك لن تستطيع معي. أبغاكم تركزوا في واحدة، هي اللي الناس يدرسوا عليها وما ينتبهوا لها، إيش هي؟ هي لفظ معي. الناس إيش يقولوا؟ يقولوا الخضر يعلم علم الباطن وموسى يعلم الظاهر. هذا غلط، ما له علاقة أبدا. اللي يعلم الباطن هو الله،
لو كان الخادم متخصص في البواطن لقال إنك لن تستطيع صبرا تهرب. لما كان الخادم هو مثله مثل المخلوقات قال إنك لن تستطيع معي، أنا نفسي ماني عارف إيش موجود إيش جاي. لما أمر الله الخادم أن يخلق السفينة، هل فكركم أنه كان يعرف أن وراءها ملك؟ لا أبدا، ما كان يدري. ولما قتل الغلام هل كان يعلم أن له أبوين؟ ما يدري. لما الجدار ما كان يدري أنه لغلامين يتيمين، ما لا. متى عرف هذا؟ لما قال له هذا فراق بيني وبينك. لما وصل للثالثة ولم يصبر موسى قال هذا فراق بيني، فجاءه علم الأمور الثلاث كلها. وهنا يقول المصطفى لو صبر موسى لرأينا العجب، لكن موسى ما صبر، قال إن تبعتم عن شيء فلا تسأل. قال في الآية الكريمة التي جاءت فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال أنا خلاص أنا زودت زينب بالعامية. فلما وصل إلى قال وجد جدار يريد أن قد أن ينقض فأقام. أما فقال الخادم سأنبئك بتأويل ما لم، ولم يقل تستطع، قال تسطع. والعرب تستعمل تسطع في أذهان وتستطع في أبدان، ولفظ تسطع على ألغاز لها علاقة بالأذهان. قل لم تسطع، وتستعمل العرب تستطع في الأشياء التي لها علاقة بالأبدان، الهدم والبناء وشيء. ولذلك في يأجوج قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه يعني لو فكروا شوي ممكن يطلع. لو عندك جدار 5 متر وإحنا موجودين وحبينا نتسلق هذا الجدار يحتاج إلى قوة أم إلى فكر؟ إلى أفكار. ممكن نقطع ثوب واحد وواحد ثاني ممكن نطلع ونتسلق الجدار كله. هذا الظهور يحتاج إلى أذهان، لكن التقب والنقب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أبدان. فاستعمل الله في التسلق لفظ فما استطاعوا لها علاقة بالأذهان، واستعمل لفظة استطاعوا النقب لفظة استطاعوا لتتناسب مع الأبدان. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. العرب لكل مقال ومقال، وليس كل ما يعرف يقال. فلذلك لما كانت قصة موسى مع الخضر عليه السلام لغز هي ألغاز، قال ذلك تأويل ما لم تسطع. قال لو صبرت شوي كنت فكرت هتفكر، لكن انت ما. وبدأ. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المساكين يا جماعة باللغة اللي تعرفوه عندكم هو الفقير، لا، المسكين قد يكون غنيا لكن سكنت يده عن الحركة. قد يدفوه بعربية هو من صاحب ملايين ويدف بعربية، فهو مسكين عن الحركة لكن ممكن عنده سفينة. ما يمكن إذا يكون تناقض، مساكين يعملون عندهم سفينة، مستحيل. إذا المسكين في لغة العرب من سكنت يده عن الحركة، وليس من ليس عنده مال. أما اللي ما عنده مال اسمه فقير. وفي الدليل على ذلك من القرآن. مرة سألني أحد الأصدقاء ممكن هنا وفي مكان ثاني قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قلت له هذا جواب وليس سؤال، هذا جواب لهم. ليه؟ إنما الصدقات للفقراء، هذه القاعدة، والمساكين إن كانوا فقراء، إن توفر في المسكين شرط افتقار، وذي القربى واليتامى والمسكين كل هؤلاء إذا توفر في شرط الافتقار تعطاهم الزكاة، لأن المسكين لا يأخذ الزكاة إلا إذا كان فقير. نحن نفهم مفهومنا للمساكين هو اللي ما عنده شيء، لا. رب العالمين ما جاء أراد لأهل الحاجة قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أحسن؟ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس أي حال. إذا هذا فقراء. ولذلك لما في الطعام الله تعالى قدم الفقير وتقدم المسكين. يقول لك في المال عليك أن تتحرى، هل هذا الذي طلب منك المال فقير ولا غير فقير؟ لو طلب واحد سأل المال عليك أن تبحث، لكن لو سأل الطعام لا تتحرى. الفقير يحتاج لما يحتاج، واحد يبغي يأكل لا تقول له عنده، يبغي يشرب لا تقول له عنده. فلذلك رب العالمين في المال قدم الفقير، إنما الصدقات للفقراء. وفي الطعام ما ذكر الفقير، بدأ بالمسكين. قد يكون سكن حركته عن بحث عن الطعام، وإن عنده مال
قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا وهي يتيما. ما قال فقير. ليش قال مسكين هنا؟ قال لأن أحيانا قد يكون صاحب المال معه مال لكن ما يعرف يتغدى، دخل مكان غريب عنده فلوس يبغى يتغدى، هو جائع، أولاده عطشانين في السيارة، لكن ما هو عارف مكان، هذا عليك تعطيه يأكل ويشرب لأنه يعتبر من السبيل، ما هو عارف المنطقة. إذن هذا قدم مال فقير، ما قال قدم المسكين. سكن عن البحث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نسب العيب لنفسه تأدبا مع الله، وإلى الذي أمر بالعيب هو الله. فلما كان العيب ليس من صفة الخالق نسبه الخاضر على لسانه لنفسه تأدبا مع ربه. أردت، وفي الجدار في الغلام قال أردنا، وفي الجدار قال أراد ربك. لما جاء أردت أن أعيبها وكان وراءهم وراءهم النبطية بمعنى أمامهم، وراء ليست وراء بمعنى الأصل لا، وكان وراءهم بمعنى وكان أمامهم. وأنت لما تقول صاحبك الموت من ورائك بمعنى قدامك، أنت تتقدم إليه بالعمر. وإذا واحد كل ما دخلت مكان تشوفه قدامك تقول أنت ورايا ورايا، يعني قدام، يعني كناية عن النمو. إذا وراءهم بمعنى أمامهم، هذه المبالغة في الإحاطة. لو كان وراءهم كان هربوا، لا أمام، وراء بمعنى أمام. وكان وراء، شوف القرآن ايش فيه يا جماعة من الخبايا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الخضر أردنا أن يبدلهما، أردنا ولم يقل أردت، قال أردنا. وقد ذكرت لكم على أن الإرادة في القرآن لا تخرج عن خمسة: إرادة بلاء، وإرادة عطاء، وإرادة دعاء، وإرادة رجاء، وإرادة نقاء. هذه الإرادة في القرآن. إرادة بلاء إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها، هذه إرادة بلاء. إرادة عطاء يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة رجاء هي التي قالها الخضر عليه السلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. إرادة دعاء هي التي قالها هابيل ابن آدم لأخي لما أراد قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إرادة نقاء خاصة بأزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن لا تخرج الإرادة في القرآن الكريم على خمس. سهلة: إرادة بلاء، إرادة رجاء، إرادة دعاء، إرادة عطاء، إرادة نقاء. إذن هذه الإرادة. فالخضر كانت له إرادة رجاء، وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة أقرب رحما. فلما جاء للجدار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. انتبه، في الأول قال وجد أهل قرية، استطعم أهل قرية، لكن الآن سماها مدينة. ممكن يا جماعة نحول قرية المدينة ولا ما تتحول؟ أنا أسألكم سؤال، ممكن تحول القرية المدينة؟ تقول دخلت قرية فوجدت المدينة فيها كذا، ممكن؟ شرط واحد تتحول، لأن القرية قرية والمدينة مدينة. كيف؟ إذا هذه القرية دخلتها فيها الفقر، فيها القرية دائما التي قيل القرية لا تقرئ الضيف، التي تقرئ الضيف قرية. لكن إذا بدأ فيها مشاريع ودخلتها أموال هذه القرية وبدأت تعمر وانتشر فيها العمران تتحول إلى ماذا؟ إلى مدينة. خلينا نقول إحنا ما بدأنا بنيان ولا بدأنا فيها شيء، بس طلعت فلوس، أول ما جبنا فلوس وملايين حنسميها مدينة قبل البناء، لأن خلاص عندنا السبب سيولة. فرب العالمين في الأول قال وجد أهل قرية استطعم أهلها، لما جاءوا الشغلة فيها كنز وفيها ذهب إيش قال؟ أما لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لما أصبح الشغلة فيها كنز تحولت المدينة، لأنها حتصبح مدينة. لما واحد يطلعوا كنز إيش حيفكروا أول شيء؟ ما
مشروع البناء، وقد بدأ الخضر عليه السلام جدارا فأقامها. إذا بدأ له المشروع، إذا ستصبح مدينة. في الأول سماها قرية، والآن إحنا عمالين نقرأ القرآن 50 عام ونقولوا بس والله فلان عليه صوت ممتاز، قراءة القرآن كذا، لكن إيش استفدت منه؟ يا جماعة القرآن ما نزل لأن نتعبد وخلاص انتهى الأمر، إحنا حصرنا القرآن في التعبد، هذا جزء 1% يعني 1%، إحنا ما عرفنا عن التنزيل إلا 1%، 99 اللي مهمة الفهم والتدبر، إحنا بيننا وبينهم إلى البعد كما بين السماء والأرض. بس إحنا نختم، وفين ختمت وفين رحت؟ هذا ليس هو المطلوب، المطلوب منا ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحانه وتعالى قال في القراءة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال القراءة ما تيسر، لكنه لم يعذرنا في التدبر. أفلا يتدبر، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يسمعون، لآيات يتذكرون، ولم يقل إن في ذلك لآيات لقوم يقرؤون. القارئون كثير والمتدبر قليل. فالعبرة من التنزيل أن تتدبر. ماذا فهمت من التنزيل؟ اقرأ 10 آيات وافهم معناها، لا تزيد. احنا رايحين نقرأ الأول والثاني، طيب نقرأ هذا كل شيء فيه خير، لكن مطالبون بالعمل به، والعمل لا يكون إلا بالعلم. وقد في البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وفي الآية الكريمة التي هي قبل، فاعلم أنه لا إله إلا، اعلم أول شيء. وفي سورة الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ماذا قالوا؟ يعني ما يتكلم، يقوم بقوله، يعني تكون قائما بأعمالك، تستطيع تكون في المستوى الذي سيتكلم، فعندها تكلم. قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ما قاموا كان جالس وقف، لا، إذ قاموا يعني قاموا بهذه الدعوة حق قيام، فعند ذلك تسنى لهم أن يتكلم. إذ قاموا فقالوا، ما قال زي حالتنا اليوم قالوا فقاموا، أو قالوا ولم يقوموا، إحنا نتكلم لكن ما في قيام بهذه الدعوة أبدا. إذا لابد من القول، من العلم قبل الشيء. لو كان والعلم نفسه لابد أن يترجم إلى عمل. وقد ذكرت لكم فيما مر على أن ما أحسن الخلائق إذا أخلصوا لله في الدعوات، وما أحسن بني البشر إذا كان الأنبياء لهم قضاة، وما أكرم الأنبياء حينما ختموا بمحمد في الصلوات، وما أكرم محمدا حينما أضيفت له طيبة بالذات، وما أكرم طيبة لما انتشر الدين من المحيط إلى الفرات، وما أكرم الدين لما كان الإيمان له مرآة، وما أكرم الإيمان وما أحسن الإيمان إذا عمل به اعتقاد ترجم إلى عمل، وما أحسن العمل إذا جاء وخالطه اليسر في الإشارات، يعني العمل يكون ميسر ما يكون شديد على الناس، وما أحسن اليسر إذا جاء عن لسان اعتقاد العلماء، يعني لا بد أن يتكلموا مع الناس باليسر والتيسير، وما أحسن العلماء إن لم يختلفوا وتوسعوا في الجزئيات، لأن الأنبياء أبوهم واحد وقد اختلفوا في الأمهات، الأنبياء أبوهم واحد أي دينهم واحد وأمهاتهم متفرقة، كل له شريعة تختلف عن شريعة صاحبه، ولو أنه كلهم ينبغي القول من عين الشريعة، عين التوحيد. لأن العلم يا جماعة من أعلى ما ينبغي الإنسان أن يعرف، وقد قال البيت ولده ابن الونان وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرقي، وليكن قلبك له أفراغ من حجام صابر ومن لم يعشق، ولا تكن من قوم موسى واصطبر لكده وللملال طلق، وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتاق، وفي الحديث النبوي لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. نحن لا هذه ولا ذي، شتان ما بين اليزيدين. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين.
ولو كان هناك في الوقت بقية لبعض الأسئلة بيان القرآن والله الموفق. يا سيدي في سؤال في ناحية التوسل والوسيلة، وهذا الناس متشغلين به ومشاكل وقايمين فيه كيف تتوسل وكيف، وفي الآية قرآنية تثبت التوسل والوسيلة، هل هي جائزة ولا جائزة؟ توسل، التوسل درجة، التوسل يا جماعة تبغوا الحق ولا تبغوا ولاد عمنا؟ الحق. تبغوا الحق؟ التوسل بذات الله برب العالمين. تبغى تتوسل؟ اللهم اني اسألك بعلمك تقدرك بقدرتك. والتوسل بالأعمال الصالحة كأصحاب السفرة. هذا الحق. تبغى غير الحق؟ لا هو الحق. هو خلاص خلينا في هذا. إذا تبغى الحق أنا أجاوبك عليه ولا أزيد. طيب إذا يا جماعة أنا معك. لما تقول لي طيب حتقول غير هذا، تقول ترى هي كلمتين. إذا العمل الصالح أنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو تزكت به. أنت أول ما سألت أني عرفتك فين رايح. أنا عارف. أنا عارف. لكن أردت أن أجيبك برقم واحد بالأعلى. طيب. فلذلك يا جماعة شوفوا الآن أنا أسألكم سؤال أنتم جاوبوني. لكن جاوبوني بصراحة. أنا أسألكم لكن أبغى أطلب منكم جواب. الأمور كلها فيها خير صحيح؟ لكن هناك أمر، لو قال لك واحد انتبه ترى في المطعم الفلاني بعيد 50 كيلو، لكن مطعم، لكن في مطعم وكذا كذا لكن هنا قريب 2 كيلو، أنت حتدور على 50 ولا على 2 اللي أقرب؟ إذا فلماذا لا نسأل الأقرب والأوضح؟ يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. هذا أمر، هذا كرقم الثاني. إذا إحنا نبحث عن القريب دائما. الإنسان في حياته يبحث عن الخط السريع، ما يدور على خط ملتوي، هذه واحد، ويبحث عن أقرب. وأنت تقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أقرب وأسهل. فنحن نريد أن نسأل من أعلى. إذا سألت الله تسأل الفردوس، وإذا أردت أن تتوسل توسل بأعلى الأشياء وأقربها. اللهم إني أسألك، جاوبوني لما تبغوا تجاوبوني، بجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك يا رب العزة يا جماعة، والعفو والعافية. يعني شوف الأعلى شيء. إذا هذا الذي أردت أن أوصل إخواني. لكن عملك هذا أنت تسأل، قل يا رب اللهم إني قد قدمت شيء، فإن كان هذا لوجهك اللهم يسر لي هذا الشيء. أن تسأل الله تعالى بالأعمال الصالحة كذلك من أهم ما ينبغي الإنسان أن، وقد جاء في حديث صخرة حديث الطويل أن كل منهم سأل ربه بالأعمال الصالحة. ونحن دائما الناس يا جماعة إحنا نبحث عن المنبع الصحيح ونرتاح في منابع صحيحة واضحة جدا، مش ندور على غيرها. إذا نبحث عن المنابع الصحيحة فنأخذ منها. إذا سألت ابن عباس يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الكلام صدر من لسان من؟ سيد المرسلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هناك أقرب من هذا يا جماعة؟ ما حتى ما نخلي أحد يختلف معنا. الباب اللي يجيك منه الريح سده استريح. أنت تقول الدعاء التوسل، هذا يقول واحد ده ما يجوز وهذا قال كذا، وحنبدأ نتشاكل في مواضيع. حطها يا سيدي واسأل الشيء الواضح. وابتغي إلى ربك الوسيلة. نعم. وابتغي إلى ربك الوسيلة. نعم، هذه كلها لها علاقة بشيء ثاني، ما لها علاقة بما يفهم الناس. ترى في فهم العلماء وفهم العامة من الناس. هو بهذا اللي بيشرحوه أنه هو بعد. فهم العوام من الناس يقول التوسل المصطفى، اللهم يتوسلك بحبيب، هذا فهم العامة. لكن فهم العلماء يختلف يا جماعة. وربنا يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك التوسل حينما يعني أنت تبتغي إلى ربك الوسيلة، ممتاز، أي الطريقة، تبحث عن الوسيلة التي توصل إلى ربك. يعني الوسيلة جمع وسائل، ممتاز. فالإنسان حينما يبحث عن الوسيلة، إيش الوسيلة في الدنيا نحن الآن؟ هل الدنيا غايتنا ولا هي وسيلة؟ ممتاز. الدنيا هذه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الآخرة. فالله تعالى جعل الناس يختلفون في وسائلهم. من الناس من يصل إلى ربه بسعة صدره،
عمله قليل عبادة صيام شوي على ذلك، لكن يسمح ويتجاوز. إذا هذه وسيلة هذا الرجل قد بلغت به وأدخلته الجنة. سعة الصدر أعلى الوسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص ما دخل علينا إلا رجل ما يعرف أحد، معلق تقطر لحيته من وضوءه، معلق عليه بيده الشمال. قال فدخل في اليوم الأول والثاني والثالث، تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر دخول نفس الرجل. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اعتذر على أن والده قد طرد وأراد أن يبيت عنده ثلاث، فبات عنده ثلاثة أيام يراقب أعماله الليلية، فما وجده يقوم بشيء أكثر من غيره، إنسان طبيعي. فلما انتهى قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، وجئت لأراقب أعمالك، فما وجدتك تقوم بشيء أعلى من غيرك، بل الصحابة وغيرهم يفعلون أكثر، إنسان طبيعي تصلي. قال هذا الذي رأيت لا غيره. فذهب ابن عمر عبد الله بن عمر وحير حيران كيف، فقال له تعالى شافوا ماشي من رجل محترم، قال تعالى غير أنني لا أحمل في صدري هما على أحد. قال أنا لا أحقد على أحد. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك، وهذه التي لا نطيق. قال هذه التي أدخلتك الجنة، هذه وسيلة ولا ما هي وسيلة؟ إذا سعة الصدر وسيلة، ابتغي إلى ربك الوسيلة. الكرم السخاء وسيلة. يا جماعة احنا مشكلتنا اليوم عندنا العبادة والملتزم هو اللي يصلي في المسجد وصف صوم، هذا لا. الملتزم يا جماعة بدينه من إذا قال فعل، وإذا أؤتمن لم يخن، وإذا وعد لم يخلف، وإذا هذا الالتزام. احنا حصرنا العبادة في الالتزام ولا حصرنا في العبادة، هذه مصيبة. من أسباب تخلفنا اليوم حصرنا كل شيء في العبادات. فلان يصلي هذا رجل طيب، لا ما له علاقة أبدا. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهرون هذا. الصلاة هذا شيء لازم به، واجب علينا بد منه، لكن الأعمال المتعدية هي أهم شيء التي تدخله الجنة يوم القيامة بعد الصلاة، الشيء الشر. فإذا كان الإنسان سخيا فالسخاء من أعلى الدرجات، لأن الذي يعطي ربنا يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بين قوسين الناس يفهمون هذه الآية فهم المقلوب. إذا واحد شافه مغامر سيارة مخاطر يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما لها علاقة الآية. لا تلقوا بأيديكم، لو أراد البشر لقال لا تلقوا بأنفسكم، لو أراد الله المخاطرة، إنما أراد مخاطرة البخل. لأن ينفقوا في سبيل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بسبب البخل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن المال كالماء إن تحبسه يغرقك وإن تتركه تسمع له صرصار. كذلك البخل موبق لصاحبه، والجود يوريك ما لا تدري من الأضرار. المال كالماء إن تحبسه يغرقك وإن تتركه تسمع له صرصار. كذلك البخل موبق لصاحبه، والجود يوقيك ما لا تدري من الأضرار. يعني الجود يرد عليك المصائب، الحسنات يذهبن السيئات، مصائب الذهب. إذا الكرم يا جماعة من أعلى ما ذكر الله في القرآن، ولذلك جعل الله الكرم يوم القيامة من أعلاها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وفي صحيح البخاري إني أرى فلان ابن فلان في صحب أهل النار، فيقول يا ربي لم نجد له حسنة، جبريل آتيه يا جبريل كنت أراه في الدنيا يتجاوز عن عبادي ويوسع عليه، وأنا حق المتجاوزين، ويدخله الجنة. كرم أعلى الدرجات. إذا من أعلى الكرم وأدنى وأكثر ما يدخل الناس النار بعد هذه البخل. البخل يدخل الناس جهنم. البخيل ناشف لما يتصدق بالمرة، وإن صلى وصام لا يرح رائحة الجنة أبدا. والله ما أفلح. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره بجانبه جائع. الذي لا يعطي لا يتصدق شحيح بالمرة مصيبة عظيمة جدا، وإن صلى وصام فمصيبة. إنك لو تستنشق الشحيح وجدته أخبث شيء ريحة. الشحيح من أخطر الرياضات، نسأل الله العافية. حتى الألسنة. نعم؟ حتى الألسنة. حتى الألسنة.
ولذلك في من حتى ما يتكلم حتى باللسان حتى في ناس فينا رجع إلى حصائد ألسنتهم. احنا خلينا في البخل والكرم وحنزور للموضوع هذا، خلينا في المهم. أما اللسان شيء له علاج، لكن البخل لا علاج له. أخافك ما تكون بخيل ولا شيء، فأنت جريت اللسان وتركته. يقول لك قوم إذا استنبح الكلاب أضيافهم قالوا لأمهم بولي على النار، فتمسك البول بخلا أن تجود به وما تجود له إلا بمقدار. هذا قمة البخل وقمة الكرم يغشون حتى ما تهر كلابهم فلا يسألون عن السواد المقبلة. هذه من شواهد الألفية، يعني أهل الكرم يغشون بكثرة الضيوف حتى أن كلابهم لا تهر لا تنبح في الناس لأن أرفت الناس. فليس وهم بدورهم لا يسألون عن السواد المقبل، لما يشوفوا واحد بعيد ما يقول من هذا اللي جاي، لأنه أخذوا على الضيوف أن الضيوف جايين رايحين بيوتهم مفتوحة. وهذا عمر رضي الله عنه ما عنده شيء، بابه مفتوح، وقف وهو أمير المؤمنين ما عنده إلا ثوب، فوقف عليه السائل قال يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن وكن لنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فضحك عمر وقال للسائل وإذا لم أفعل فماذا سيكون؟ قال السائل إذا أبا حفص لأمضين. قال وإذا مضيت فماذا سيكون بعد مضيك؟ فأجاب السائل عندها يكون عن حال لتسألن يوم يكون الأعطيات جنة وقاية وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فعندها بكى عمر حتى ابتلت لحيته، قال لغلامه يا غلام اعطه قميصي فوالله لا أملك غيره. وأخذ يتناوب في الصلاة للصلاة بقميص واحد مع غلام، يدفع له القميص يروح يصلي ويجي يدفع له عند أمير المؤمنين قميص واحد. خوفه السائل مبشر بالجنة عنده كل شيء، لكن خاف مما قاله السائل. إن يا جماعة شوف أنت اليوم لو تصلي ركعتين ما حد قدر، لو تصلي الفجر كل الناس كفار وأنت وصلت وأنت كذا. الإنسان كلما ازداد تقربا من الله كلما ازداد تواضعا تقل السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوارب. السنة بولوغرافة مريم تكون إذا ما بالت تكون يعني كل نفس تكلم. وصلى الله وبارك. سمعت شيخنا من كلامكم كده في مسألة الوسيلة، أنت قلت الأفضل، لكن ما لأنه أنت قلت العامة يجوز، وفي علماء برضو يجوزوا التوسل. أنا أتكلم على هل الأفضل؟ لا طبعا الأفضل توسل بأسماء الله. ورد عن النبي عليه السلام يعلم واحد من الصحابة يتوسل به، وورد عن النبي عليه السلام الدعاء في حق صلاة الفجر اللهم سلكم حق السائلين بحق الراغبين، هذا لا برضهم اللهم سلك بحق السائلين إليك بحق الراغبين بحق من شاي هذا إليك فإن لم نخرج بطلا ولا معروف دعاء الفجر خروج صلاة الفجر. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي عن النبي عليه الصلاة إيش قال؟ اللهم نسألك بحق السائلين إليك بحق الراغبين إليك بحق من شاي هذا. صحيح الحديث. الله أعلم بصحته. لا هذا اللي إنه إحنا نبحث عن الصحة ونرتاح. إيه بس أنا بس قلت ما بتكلم عن يا جماعة الأفضل، بتكلم عن هل يجوز ولا لا، لأنه يا جماعة في البيت مثلا صلاة الفجر. نعم. في المسجد أفضل. نعم. لكن يجوز صليها في البيت. وما يقول لا لا شتان ما بين اليزيدين في الأمر. إيه نتكلم عن الإباحة. لا شتان ما التحريم. شوف خليك معي أنت سألتني وأعطيتك الأفضل والأعلى. إيه بس أنا بتكلم عن أعطيتك الأقرب. ما أحبيت أضيعك، ممكن لو أعطيتك الهدف هتضيع. لأن أعطيتك شيء أقرب وأقرب إليك من حبل الوريد. إيش هو الذي أقرب إلينا من حبل الوريد؟ الله يا جماعة. الله. إذا سألت الله إذا سألت فاسألهم بعظمته واسألهم بقدرته. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعطيني كذا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء هل أخفى علينا التوسل يا جماعة؟ لا. خير المتوسلين من؟ جاوبوني. أليس هو حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام دلنا ولم يترك شعره. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحينما رفع يديه للسماء وفي دعاء الاستخارة إيش قال؟ اللهم إني وهو شيء مهم
اللهم إني أسألك استرعي هو بعلمك واستغفرك بقدرتك واسألك من فضلك أعلى. لا ما فهمت السؤال مولانا. السؤال الأفضل صح، هذا الأفضل بس أقول لك لأنه في ناس يقول حرم ما يجوز. نعم. هذا أنا بتكلم عن هذا النقطة. أنا لم أقل بتحريم شيء. أيوه هذا النقطة. وإنما دخلت عندي دكان وأنا أعرف أنك تحب الأشياء الأفضل فأعطيتك الماركة. أيوه. أنت دخلت عندي الآن دكان وأنا تاجر نصوح مثلاً وقلت لي والله أنا أبغى أنت لما تسأل تسأل إيش تسأل فردوس ولا أي جنة؟ طيب يا سيدي فردوس. اختصار الكلام، هل التوسل بالنبي حرام؟ نعم. أنا لم أقل حرام، أنا بسألك سؤال وإنما دللتك عن الأعلى. أحكي اتصال، هل هو محرم أو مكروه أو ممنوع؟ بصفة عامة جائز أتوسل بسيد المرسلين فهو أحسن أعمالي. أنا أعرف ما حترد لكن أقول لك إنه هو جائز. قل إنه جائز. إذا أردت أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل باتباعك لسنته ومحبته. اللهم إني إذا محبك الرسول عمل صالح لما هو عمل صالح. لا لا إحنا لا خلينا أول أمور لأن ترى عبادتنا يا جماعة مسؤولون عنها فيما بين يدي الله. اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك. أنت حينما تقول الله مسألة فالمحبة عمل وهي خير الأعمال، لكن إيش اللي أفضل منها؟ اللهم إني أسألك بمحبتي إليك. إن الله ورسوله أحب إليه من نفسي. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من. فعمر رجل صادق ما يعرف الكذب، قال أكون إليك أنا أحب إليك من نفسك ولي. فسكت عمر وذهب وجاء قال يا رسول الله الآن أنت أحب إليه من نفسك. قال الآن يا عمر الآن وصلت، لأنه يحب الله ولذلك لا حتى يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الأولى أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأنا أردت أن أمشي بالوسطية، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. هذا اللي وصل الله وبارك على حبيبنا محمد. هل هو حديث قدسي أم أنه عندما سأل الحق عز وجل بعد أن خلق الجنة وقال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون، فقال تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث هو طويل هو صحيح، روي عند أصحاب السنن أن الله يوم أن خلق الجنة ونطقت وكان قد جعل عاصمة الجنة عدن، لأن يعني عاصمة الجنة هي جنة عدن هي أعلى الجنان، فقال لها وعزتي وجلالي لا يجاور فيك بخيل ولا قاطع رحم. هذه الجنة هي التي قال وهذه جنة جنة الوراثة ليست جنة الرحمة، لأن الجنة نوعان، في جنة الرحمة كل الناس يدخلون برحمته، أما جنة الوراثة لما يدخل الناس الجنة الباب الكبير بوابة الكبيرة يرتقوا. جنات الرحمة الوراثة هذه يدخلها الناس بأعمالهم، ولذلك قال في الفردوس في عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذه تسمى جنة الوراثة درجة أولى. ثم الفردوس وهذه برة وهي العاصمة، هي عاصمة الجنة هي الأعلى، لكن لا يعني أنها أفضل من الفردوس، يعني أنت زي تقول فلان ساكن في وسط المدينة، لكن من يسكن برة المدينة القصور يخرج برة بعيد من القصر داخل المدينة، فالفردوس خارج والوسيلة أخرج، لكن عاصمة الجنة عدن هي التي يدخلها الناس بأعمالهم، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، تسمى جنة الوراثة. ذكر الله فيها الصحون ولم يذكر فيها الطعام، بينما جنة الرحمة ذكرت فيها الأكل، أصناف الطعام والشراب ذكر في الجنة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، بين قوسين مين اللي هنا مقدم الفاكهة ولا اللحم؟ الفاكهة
اللحم المقدم والفاكهة. كيف؟ أنا جاي. إحنا ما قلنا في اللغة العربية الواو لا يقتضي الترتيب، إنما يقتضي الجمال. هو العطف ويقتضي الجمال، ما يقتضي الترتيب. ليس دائما يأتي للترتيب. لو قلت دخل زيد وعمر، من الأول؟ ما نعرف، لأنهم، وهذا معنى قوله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد، مع أن عاد قبل ثمود، لكن هنا الواو ما جاب الترتيب. وعاد وفرعون وما جمع، هذا واو الجمع، وهو ينقسم في اللغة العربية إلى ثمانية أقسام، واو الحال، واو الثمانية، واو فهو الاستناف، والحال ارتفع تليه مكة سرت والنجم طلع، والحال أن النجم وويل جمع. ولذلك قال وقبل واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع ومصنع، كل صانع وصنعتي، واو الجمع إذا، أو مع واو المعية أقصد، يعني كل صانع مع صنعته. إذن فلما وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون. ممتاز. أنا أسألكم سؤال وتجاوب، على أن اللحم أول أما الفاكهة بعد. ليه؟ لأن الإنسان لما يكون جائع جيعان يبغى يأكل يتخيل ينقي ولا يتهم، لكن هنا لما قدم الفاكهة شوف إيش قال، وفاكهة مما يتخيلون، واحد جائع. فالعرب فهمت على أن التخيير عند العرب يأتي بعد الأكل، فالواو لا يقتضي الترتيب. وفاكهة مما يتخيرون أي بعد، الذي دل على الفاكهة آخر للتخيير، ولحم طير مما يشتهون يبغى يأكل. إذن فأكل ثم تخير، فلا علاقة للواو هنا بالترتيب. لو أراد الله تعالى قال وفاكهة مما يتخير ثم لحم، لاستعمل ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، لكن لم يستعملها. إذن لا علاقة للتهامن، ففاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون. نقولنا على أن هذه درجة ثانية في الجنة. درجة أولى الله ما ذكر الطعام، ذكر بس الصحون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. إذا الصحن من ذهب إيش فيها؟ لا تعلم نفس ما فيها. قال ما أقول لكم، خليها لما تكون. أنت لما تكون في طيارة راكب سياحي وقدامك درجة أولى، لما يبدأ الطعام حق درجة أولى إيش يسوي؟ يقفل ويستر السدان حتى ما تشوف إيش يأكل. فرب العالمين جل وعلا له المثل الأعلى، أصدر الستار على الطعام في الجنة. قال فكيف لو رأوها؟ قال لما تشوق لها، خليه لما يشوق. لا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه درجة أولى. أما درجة ثانية وصلنا داود شاب ذكرت في الجنة، أنا وفاكهة مما تخيرون ولحم طير ما يشتهون. هذه يا جماعة أول شيء، ولا تعرف في الحديث يفسر هذا الأكل. هذا أصلا ما هو، هذا أكل على الماشي. واحد ماشي في الجنة وينزل عنده الطائرة، هو ماشي على الماشي، فلا تريد مني يا عبد الله، يقول الفخذ أو الصدر، فيأخذ منه ويأكل. يعني مجرد أن يمد يده لوصلة من وصلات الطائرة تشوى وتطبخ وتصبح طازة بنفس قبل أن يصل إلى فيه. هذا معنى الجنة، من السرعة إلى الجنون ومن الجنة إلى الخلق. ثم يقوم الطائر يرجع إلى مكانه ويعود له الجزء الذي أنت أخذته منه زيد مثل ما كان. هذا معنى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأخذ منه والله تقول خلا ولا بأخذ الصدر كله، تأخذ الطائر تأخذ منه الصدر، مجرد أنك تأخذ الصدر يصبح في يدك مطبوخ مشوي بنفس الشهيه اللي تريد. الله الله. يطير الطائر يعود مثل ما كان وتاكل منه. هذا معنى ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير ما قال ولحم الطيور، لحم طير. وانت هذا الشيء كله على الماشي، وانت ماشي تتفسح. هذا ايش قلت لكم في الاول صدق وشاف ان انت على الماشي. اما الاكله الرسميه ما ذكرت في القران ابدا. الاكل الرسمي ما قال فيه شيء. يذكر احيانا الصحون من ذهب، وأحيانا يذكر الناس مجتمعين على الطعام لكن ما يذكر. هذه درجة أولى. ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صور المتقابلين في أكل. ولا إيش في؟ قال لا أقول لك، أخليها هناك، لأن لو قال لك إيش كان سيموت الناس. يطاف عليهم بصحاف من ذهب ما. ولذلك حتى الخدم يا جماعة في الجنة، في خدم درجة أولى ما ذكر الله إيش فيها، أما الخدم درجة ثانية تكلم عنه. الخدم اللي يخدموك في الجنة درجة ثانية، وأطال فيهم الكلام، لكن درجة أولى اختصر
شو قال رب العالمين؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الدرجة الثانية، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، السندس الحرير التخن يراد به الرجال اللي في خدم وفي خادمات حتى النساء فيها، واستبرق هو الحرير الشفاف اللي تلبسه النساء، وحلوا أساور من فضة، قال هذا الخادم. إذا لأن الناس قالوا كيف يكون المخدوم في الجنة؟ قال أنا ما أصف لكم المخدوم، خليني أصف لكم الخادم وعلى ضوئه تعرفون المخدوم. قال إذا كان الخادم إذا رأيته يتغير شكله 100 مرة في اللحظة، وكل شكل تركه لن يعود إليه أبدا، ملكا عظيما ملكا كبيرا، كلما رفعت الطرف إلى خادمك ما تجي له نفس الشخص اللي أنت شفته، ويتغير بالملايين المرات، ملك 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 على ملك. الله وصف قال وإذا رأيت ثم رأيت هذا الخادم نعيما وملكا كبيرا. ممكن لو دخلت أنت الجنة وشفت هذا الخادم تسجد له تقول هذا ربنا اللي ما فيه من البهاء الجمال. قال هذه ترى كل هذا العمل إحنا تشوفه هذا درجة ثانية. أما درجة أولى طوفوا عليهم غلمان لهم، لأن درجة ثانية غلمان. إيش قال؟ ما قال غلمان لهم، قال لي أنا هذه طوفوا عليك وعلى غيرك، يخدمك يخدم غيرك. أما هذا خادم خاص قال غلمان لهم، إيش قال؟ كأنه لؤلؤ مكنون، وما كمل خلاص، قال خليها بعدين. قال إذا وصفت لك الخادم هذا درجة أولى حتموت، بس أما المخدوم غير. خلينا نرجع لحالتنا في الدنيا، أنت لو رحت عند واحد أول مرة مسؤول أو تاجر، وأول ما خرج لك الخادم لابس شيك وسيارة خاصة وكل شيء، يقول هذا الخادم شوف إيش عنده، وفيلا، كيف حيكون المخدوم؟ تعرف على أن المخدوم شيء، لكن لو خرج لك الخادم محالته حالة منتوف، ما عنده شيء، ما تقول مع السلامة، ترجع من الباب، ما تسلم. إذا لم يقم، إذا ما كان خيره قد تأتى على خادمه، إيش هل أعرف منه؟ إيش صحبتي معه بلاش، ما تحتاج. إذن فلذلك فإن حكمة الصانع تختفي في مصنوعه، حكمة الصانع جل شأنه ترى في مصنوع مخلوقاته، وإن أثر نعمة أهل الجنة أظهرها الله في خدم أهل الجنة، وهذا وقس على ذلك لا تستطيع، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ولما كانت الجنة محاطة بالأمور العينية يقدم الله فيها العين على السمع، والدنيا محاطة بالأمور العلمية التي تأتي بواسطة السمع، دائما في القرآن يقدم السمع على البصر، قالوا سمعنا وعصينا، دائما يقدم لا يسمعون بها من أعين لا يبصرون بها، دائما يبدأ بالسمع، لأن مقومات العلوم الدنيوية تقوم كلها على السمع، على العلم التي بواسطة السمع. في الجنة كل شيء تمنيته يكون قدامك، إذا ما يحتاج السمع، الجنة بالفكر، فربنا يقدم البصر على السمع. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ما قال سمعنا، فبصرك اليوم حديد. وفي الحديد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأنت الآن لما يجي واحد لك مش إيش يقول هل سمعت إيش قالوا؟ ما يقول هذا رأيت، لأن كل معظم مقومات الدنيا تقوم على السماع، لكن الرؤية ما يمكن كل من تسمع عنه هتشوفه، لكن الجنة يختلف الوضع يا جماعة، كلما فكرت في شيء ترى. ولذلك فإن الدنيا بالصبر كلما أردت أن تصل إلى منزلة من منازل الدنيا يحتاج منك ذلك إلى صبر، وكلما أردت في الجنة أن تبلغ منزلة يحتاج منك ذلك إلى فكر، بس تفكر يكون قدامك. وفي الحديث إذا تمنى الرجل الولد من المرأة التي معه من الحور العين وزوجته يكون حملها وولادتها ونموه في السن الذي